ردا على ما وصفته بالتصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية، توعدت برلين موسكو بعقوبات قوية قد تستهدف خط أنابيب نورد ستريم 2 المخصص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا. وفي هذا السياق قالت الخارجية الألمانية إنها تناقش مع حلفائها الغربيين حزمة من العقوبات التي قد تلجأ لفرضها على الحكومة الروسية إذا أقدمت على غزو أوكرانيا. اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن محاولات التدخل في مشروع خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 ليست سياسية بقدر ما هي اقتصادية. ميدفيديف قال إن محاولات تعطيل المشروع ستستمر لأن الولايات المتحدة لا تريد مكانا للروس في الأسواق الأوروبية وترغب في تزويد القارة بغازها الطبيعي المسال وفق قوله. ولفت المسؤول الروسي إلى أن مشروع نورد ستريم 2 جاهز للتشغيل وسيبدأ عمله 100% نظرا للحاجة الاقتصادية له على حد تعبيره. في ظل تصاعد التوتر إزاء الأزمة الأوكرانية، أثار موقف ألمانيا جدلا في أوساط الغرب مدفوعا باعتبارات اقتصادية وتاريخية وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست. في مواجهتها مع روسيا تواجه ألمانيا صراعا اقتصاديا وتاريخيا. تحت هذا العنوان قرأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية موقف ألمانيا في ظل تصاعد التوتر حيال الأزمة الأوكرانية. تستهل الصحيفة تقريرها بالإشارة لانتقادات لاذعة من كييف وواشنطن ضد برلين بسبب تعاملها مع الأزمة. هنا تستعرض الصحيفة تعليقات قائد البحرية الألمانية التي قال فيها أن بوتين ربما يستحق الاحترام، وتتحدث أيضا عن منع برلين نقل مدافع الهاوتزر من إستونيا إلى أوكرانيا واكتفائها بدعم كييف عبر مستشفى ميداني و5000 خوذة. الموقف الألماني هذا كان موضع نقاش خلال زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز الأخيرة إلى ألمانيا، حيث حث المسؤولين على اتخاذ موقف أقوى ضد روسيا وتجاوز مخاوفها بشأن الغاز. وبهذا الصدد تستعرض واشنطن بوست اعتماد برلين على الغاز الروسي بنسبة 50% من وارداتها، لكن الموقف الألماني لا يتعلق بمخاوف اقتصادية فحسب، بل له أيضا جذور تاريخية بحسب الصحيفة الأمريكية. فوزيرة الخارجية الألمانية اعترفت بما تسبب فيه الألمان من معاناة ودمار لشعب الاتحاد السوفيتي في زمن الحرب على حد قولها. راديو كييف على هذا الاعتراف جاء سريعاً وتحديداً على لسان السفير الأوكراني في ألمانيا الذي دعا برلين إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الأوكراني بعدما فقد ما لا يقل عن 8 ملايين شخص بسبب الاحتلال النازي وفق تعبيره.